لاعب مصري عاير لاعب مغربي امام العالم وعاير ليه الام ديالو مو عايره وباش غيساليها في الاخر غادي يصرفقو قدام الكاميرا صلاه واللاعب المغربي شنو دار سكت وكمدها وما دار والو وكثر من هذا الشيء في الاخر مشى تصالح معاه عنقو وينوض واحد الهجوم خطير في انترنت على هاد اللعاب من المغاربه كيفاش واحد غادي يتصرفق وغادي يتصلى وفي الاخر غيمشي وغيتسامح شكون هو الشيبي محمد اشنو وقع ليه علاش رضى يسكت مع من وقع ليه هاد المشكل كيفاش تسالات هاد القصه وشكون اللي ربح وعلاش دار هاد البوز كبير على هاد القصه على بركه الله انا عزيز نوفل وهذه قناه المقاول شيبي محمد هو لاعب مغربي تزاد عام 1993 في مدينة الدار البيضاء في كازا وهو ولد فريق الرجاء البيضاوي والناس ديال كازا عارفين مزيان المنبع ديال هاد الفريق فين كاين هو واحد الحي قديم ومعروف من عهد الاستعمار بالمقاومين وبالمقاومة اللي كانت فيه كنهضر على الحي ديال الفدائيون درب سلطان تما كله خضر فيما درتي كتلقى النسر ولا الجمهور لا الطاقم التقني لا اللعابة هما كل شيء إلا خوافة ولا دمادم ولا بدون كرامة أنا شخصيا كبرت تما وكنت كنمشي عند جداتي وشفت أشنو كاين تما إلا غير نويتي أنك تحقر على شي شخص تما ما نعاودش ليك الأشياء السلبية اللي قدروا يطراو ليك يعني المبادئ ديال فريق الرجاء كتعاكس مع شي حاجة سميتها الضعف وكل ما هو ضعيف وهشيش رجاوي ماشي ضعيف وبلا ما نهضروا على الألترات الرجاوية اللي كتعتبروا من أهم وأكبر ألترات في العالم المهم ما عليناش محمد الشيبي جاي من هذا المحيط ولد نادي الرجاء البيضاوي من 2001 حتى 2011 هو في السونتر دو فورماسيون ديال الرجاء 10 سنين دوزها في هذا المحيط الرجولي الرجاوي اللي ما كيعرفش شي حاجه سميتها الخوف او لا مارشارير وفي 2011 غادي يمشي يلعب مع الفريق الاول وبقى حتى 2014 يعني من 2001 حتى 2014 هو وسط الرجاء كنهضروا على 13 عام هو مع الخضر ومن موراها ما خلى فيه اللعب في البطوله برو من 2011 2022 هو كيجول وكيدور في الفرق الكبار ديال البطوله الوطنيه من الكوكب المراكشي الشباب الريف الحسيمي خميسات تطوان خنيفره ليفار اتحاد طنجه وعاود رجع ليفار وفي 2022 غادي يدير 29 عام بالنسبه للعاب الكره هذا العمر كيعني بزاف ديال الحوايج وكيعني ان النهايه قربات حيت كره ماشي كباقي المهن الاخوان التقاعد ديالها ادغيا كيوصل يعني راك كتلعب ضد الساعه مازال ليه واحد 5 سنين ولا 6 سنين قبل التقاعد وحيد الكرومبوات وفي هذا عام 2022 غادي يجي واحد الاقتراح اللي غيخليه يمشي يلعب على برا لاول مره في الكارير ديالو من 2011 وهذا الشيء اي لعاب ديال الكره في العالم كيتسناه حيت يكذب عليك الكذاب اول حاجه واول حافز هو الفلوس جاه اقتراح انه يلعب في واحد الدوري براني اللي هو الدوري المصري اللي غادي يعطيه واحد الراتب افضل من هذا اللي كان كياخذ يعني راه فرصه لا تعوض 29 عام وجاك اقتراح باش تصوفي دير فانت كارير وتجمع شي شويه ديال الفلوس باش تسالي بواحد المبلغ محترم وتدخل لبليده ودير شي مشاريع ديالك وتشري شي دويره للواليده وتشري شي دويره لراسك المهم راكم عارفين القصه هادشي علاش اصلا الواحد كيمشي يتقاتل هاد الفريق اللي اهتم به واللي عطاه واحد لوفر اللي ما عمره ما تعطاته من قبل هو بيراميد اف سي ديال مصر كنهضروا على ترانسفير ديال 2 مليون ديال الدولار 2 مليار واللي خاص تزيدوا تعرفوا هي ان هاد اللاعب راه موهوب داكشي علاش لعب مع المنتخب الوطني ديالنا ولعب مع المنتخب الاولمبي وعاون فريق لي فار باش داو كاس العرش اللي فاتت وعاونهم باش داو البطوله ديال هاد العام وكره راه 50% موهبه 50% زهر المهم ما علينا جه رزقو على عمر 29 عام وكان خاصو يغتنم هاد الفرصه وهاد العقد يلاه شي 7 شهور باش سيناه مشى من فريق لي فار البيراميد اف سي ومن مورا ما دوز 11
11 عام في البطولة برو، لقى راسو في مصر عنده 29 عام في وسط واحد الفريق بغي تنافس على الألقاب. ثقافة جديدة، عقلية جديدة، وبين لهم أنهم ما غلطوش في الاختيار ديالو. وخيروا دليل على هذا الماتش الأخر اللي لعب واللي وقعت فيه هاد الواقعة الخطيرة اللي غنهضروا عليها، اللي جمع بين بيراميد اف سي وأعرق فريق في مصر، وكاين اللي كيقول أعرق فريق في إفريقيا، الأهلي. البيت الأول ديالو في الشبكة ديال الشناوي. المهم الفرقة ديالو بيراميد اف سي عمرو الأهلي 3-0 والإخوة، وكيف ما عوضونا الأهلي مرضاوش وداروا داكشي اللي موالفين كيدير، وفي الأخر طرى اللي طرى. هاد الأهلي عندهم واحد اللاعب مشهور بزاف، مشهور في الأهلي ومشهور في مصر وكيحتارموه، سميتو حسين شحات، 1.71 متر، كبر من محمد الشيبي بعام، وهو اللي كان جر الاربيتر ضد الوداد اللي عقلته على ديك اللقطة. وهاد اللاعب حتى هو لعب مع المنتخب المصري وما خلى فين لعب، وكيحتارموه بزاف المصريين. ومني كنهضروا على مصر كنهضروا على عقلية وكنهضروا على ثقافة مختلفة على ديالنا، واللي محمد الشيبي 1.85 متر يلاه كيكتشف فيها هاد مدة 7 شهور. المهم فاش سالا الماتش هاد الشحات مرضاش ومشى عند محمد الشيبي وعايرو، وعاير ليه الام ديالو، عاير ليه الوالده ديالو، هددو قال لي غنهرس ليك رجليك. وفاش سالا هو يصرفقو قدام الكاميرات. وفاش سالا الماتش سطاف د الاهلي والصحفيين المصريين مشاو عند الشحات وقالوا ليه راه ديك الصليه اللي صليتي راه تفيلمات وتحطات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي انترنت ومشات فايرال، يعني خصك تمشي تصالح معاه. وحطوا محمد الشيبي في واحد الوضع لا يحسد عليه، حرجوه وجابوه ليه وقالوا ليه تصالح معاه قدام الكاميرات، واخا هو ما كانش باغي. ومن موراها شنو ناط في السوشيال ميديا المغربي؟ السب والشتم، انت ماشي راجل، صرفقك وما درتي والو، ما عندك كرامه الى اخره. مهم عطاه جميع انواع السب، حتى لقيتو انا شخصيا بلوكا لي ميساج ديالو في انستغرام، حاولت نصيفط ليه وقالوا لي سو كونط نو غوسوا بلو دو ميساج. تعاير في وسط الملعب وبرا الملعب، مصري عايرو وسط الملعب والمغاربه عايروه برا الملعب. باش نكونوا واضحين، هاد الناس كاملين اللي غوتوا واللي كيغوتوا ما ليهم والو، ما عندهم كارير، ما عندهم موهبه، ما عندهمش مستقبل، ويمكن ما عندهمش تماضي. وكون ناض محمد الشيبي ودخل ليه وضربوا وعاقبوه ولا ناضوا جريو عليه من هاد بيراميد اف سي، هما نيت كانوا غادي ينوضوا يقولوا ليه مالو على حالته، خرج على الكارير ديالو، كون دخل غير سوق راسو. هادوك نيت كانوا غيقولوا هاد الهضره. ايه هذاك راه ماتش ماشي درب، حنا ماشي في الزنقه، حين تكون كانوا في درب شيبي 1.85 متر والدراجة بالباك جراوند ديال درب سلطان غادي فرتك ليا الشحات 1.71 متر. هادي راه باينه اي واحد غيقولها ليك، ولكن شيبي طلعت كامنه والتعامل بدبلوماسيه وبذكاء كبير، خلى ديك السعره تدوز في تيران وحتى دخل لدارو ويستعمل أقوى سلاح كتار من تصرفيق الإخوان، أقوى سلاح 2023 اللي هو السوشيال ميديا، وخسر عليه ستوري في انستغرام. فهاد ستوري شنو قال؟ تعرضت إلى السب وشتم أمي وأبي، الشيبي، الشيبي يا ابن هاديك في مباراة سوبر بالإمارات، مباراة اليوم مع مضايقات وضرب في المباراتين قبل واقعة اليوم وقبل الصفع، كان في تهديد بكسر قدمي حيث قال لي لو كنت بدأت الماتش كنت كسرت رجلك، وهو تهديد يهدد سلامة مستقبل الكروي في الدوري المصري. كان ممكن وسهل جدا أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر، لكن القانون الداخلي للنادي واحترام مسؤولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة. حتى فيديو الصلح كان أمام صحفيين وجاء بطلب من الطرف الآخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع. التأكيد على تهديدي بالكسر في قدمي يهدد مسيرة الكروية في الدوري المصري. من موراها شنو طرا؟ خراج فريق ديالو، خرجوا بيراميدز اف سي. قررت إدارة النادي تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب نادي الأهلي حسين شحات. وخرجوا الأهلي في الصفحة الرسمية ديالهم ديال تويتر وسمعوا واش قالوا. قرر الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين شحات بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة اليوم. خويا محمد شيبي حنايا معاك، والقرار اللي درتي هو الصائب ليك الكارير ديالك ولعائلتك، حيت في الاخر لا طرات لك شي حاجه والله العلي العظيم العقل عليك شي واحد من هادو اللي كيغوتوا داب، والله لو وقف معاك شي واحد وبالعكس غادي يتشفعوا فيك. كمل اخويا حط سعيد والله معاك.